بسم الله الرحمن الرحيم. ود السي محمد، اولا كنشكرك على الاستضافه، وكنشكروا الصفحه ديالك نجوم برو الاستضافه. واش نقول لك السي محمد، بالنسبه ليا قدو الحدان كما كيعرف الجميع، اللي شد الرئاسه ديال نادي شباب غوره من ماشي في بدايه الموسم، تقريبا في شهر 11 في 20 باش بديت الرئاسه ديال نادي شباب غوره. وكما كان كيعرف الجميع، راه شباب غوره كيعاني من مشاكل، وراه باقي كيعاني من مشاكل، راه ماشي نقولوا شباب غوره مقاد سميتو. مي الحمد لله كما قلت لك، جينا ودخلنا على هذا النادي، دخلنا مجموعه ديال الاكراهات، مجموعه ديال المشاكل اللي فيها مشاكل ضريبيه، فيها لاعبين قدام كيتسالوا تقريبا من 2015، بزاف ديال المشاكل. والحمد لله حنا شدينا زمام الامور، وما شدينا حتى كانوا مورانا رجال، وكانوا مورانا ناس اللي قال لك مساعديننا باش نزيدوا بهذا النادي، يردوا المكانه ديالو اللي كيعرف الجميع، اللي هي ماشي المكانه ديال شباب غوره. ولقينا الحمد لله، جينا لقينا، ماشي نقولوا لقينا الفريق ما في والو، لقينا فريق فيه دراري، فيه دراري شباب، فيه دراري مزيانين، بوا شويه ديال المعنويات. لقينا مدرب كفء اللي هو ابن مدينه سلا كما كيعرف الجميع، زكريا تزيبينو، معروف كان في شباب جنوب بوجدور، عارف الخبايا ديال هذا القسم، من 3 سنين هو مع شباب جنوب بوجدور، جا لشباب غوره، جمع ترسانه ديال اللاعبين، وكان يكون احسن لو كانت استعدادات مزيانه. كما كيعرف الجميع راه الاستعدادات صعيبه في بدايه ديال الموسم. حنا اش بنقول لك، حيت زعما من الامور جينا باش نقضوا شباب غوره باش ما ينزل القسم الثاني هوات. ولاعبين الكره ديالنا، ما كان هدف ديالنا حتى حاجه، لاعبين الكره ديالنا كما جميع الفرق، لقينا ريوسنا من الفرق اللي كاينين في المقدمه. ماشي نقول لك باننا حنا مرشحين، كاين فرق مرشحين، كاين سيدي بنور الفريق اللي جاب نتيجه من المرسى ماشي سهل، رغم ان تلقى الهزيمه في الميدان ديالو، مشى خرج المرسى وجاب نتيجه ايجابيه. كاين نجوم او سرد، فريق اللي قوي اللي فيه لاعبين راه نازلين من ليكسيلو. كاين فريق ديال قصبه التادله، فريق اللي اش نقول لك اللي ما كيستحقش هذا المكان يكون فيها، فريق اللي لعب في القسم الاول نخبه، لعب في القسم الثاني، عنده لاعبين ممتازين، درنا معهم مقابله بطوليه هنا في وراء، يعني عندهم لاعبين من ابرز المرشحين. قصبه التادله اللي ما يحيدهمش الناس، ما يحيدوش على الاعتبار ديالو. كاين طنطان بقياده المدرب سمير صرصر اللي معروف عند الجميع، هادشي اللي كاين نقول لك. وحنا بالنسبه للطموحات ديالنا، حنا في هذا النادي شباب غوره ما جيناش باش نحققوا الصعود، جينا اول حاجه باش نحققوا الاستقرار المالي ديال نادي شباب غوره، لان شباب غوره النادي كيعاني العجز لسنوات، جينا حنا باش نقادوا هذا العجز، نحيدوا هذا الشيء باش شباب غوره تزيد لقدام. اول يكون استقرار مالي عنها، تكون قاعده تكون قويه، ماشي نجوا نطلعوا ونزلوا. هادشي اللي كاين، حنا لاعبين كره عاديه، لي بريم اللي لقينا في بدايه الموسم راه غاديين بهم، وكنوفروا جميع الظروف، الحاجه اللي درنا مع الدراري كنعطوها لهم، هذا هو الاهم. وحنا لاعبين كره، جا الصعود، راه شباب غوره ما غاديش تجي تطلع لشي قسم اللي غريب عليها. شباب غوره قسم ثاني، خصها تكون في قسم ثاني النخبه، قسم اللي ديالها، جاب الله الصعود، راه حنا امنين بالحظوظ ديالنا حتى الاخر المطاف، جاب الله، راه حنا كنستعدون ونهيكلوا النادي، ويكون كما قلت لك يكون مهيكل ماديا، ويكون حيت تكون شباب هو راح يطلع القسم ممتاز ولا القسم الثاني، تكون واحد النادي اللي عنده واحد السيوله ماليه يمشي ويستقر في هذا القسم، ماشي شي يطلع وينزل. هذا هو الهدف ديالنا. ود السي محمد، كنعاودو نشكروك على الاستضافه، وكنطلبوا الله تعالى يسر الجميع، هادشي اللي كاين. ود السي محمد، الله يحفظك.